أما بقى طفولته، هو عمار الشريعي طبعا ابن مدينة سمالوط في المنيا، واتولد في إبريل 1948، وطبعا ظهرت موهبته الموسيقية دي في سن صغير جدا وهو عنده حوالي 3 سنين. طبعا رغم ان هو كان فاقد للبصر، وزي ما قلت يا رحمه كان في ناس كتير جدا بتشوف انه ازاي ان انت هتقدر بالظبط تعمل ده، حتى اهله نفسهم ما كانوش عايزينه ان هو يدخل في فكره الموسيقى دي، ولكن هو كان مصر. حتى وهو في سن صغير اتاسس صح، اتعلم كمان الات موسيقيه زي الاكورديون البيانو والعود وهو عنده 14 سنه. حبيبي كان ده خلاص صغير جدا بدا ان هو ما شاء يجيدهم الله. اجاده تامة. وبعد كده طبعا ابتدى يتعرف على آلته الموسيقية المحببة، وابتدى كمان يدخل في التلحين نفسه.